وعلى هامش الاحتفال ننتقل مع الحاج علي حامد اللي هو طبعا دينمو الاتحاد وصاحب فكره المهرجانات الفنيه. الراجل طبعا انا عاشرته كتير وشفته يعني ايه المجهود اللي بيعمله عشان يوضح للناس ايه الفن الاسواني. وطبعا يمكن يتفاجئ الناس ان الحاجات دي كلها بتتعمل للاسف يعني بمجهود ذاتي بدون اي مساعده، لا رجال اعمال ولا دوله ولا اي حاجه. الاول نتعرف على الحاج علي، الاول يعرفنا عن نفسه وبعدين نتكلم عن المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اشكرك استاذ احمد. انا علي حامد، رئيس لجنه الشباب للاتحاد النووي لجامعه اسوان، ورئيس المؤسسه الوطنيه لاعمال الخير والتنميه في القاهره ومن اسوان. تكلمنا الاول حاجه علي على فكره يعني تكوين فرق على الفن الاسواني. الناس طبعا واخده فكره ان الفن الاسواني نوبي، طبعا يعني فرقه اسوان فوق راسنا زي الفل، بس الناس برضه عايزه تعرف الثاني، يعني الفن الجعفري بيتميز بالتلقائيه بالارتجال. والله احنا دايما يعني احنا طبعا الفن النوبي ده له تراثه وله محبيه ومريديه، وده فن راقي فعلا. احنا برضو كجعفرة وعبابدة وبشرية لنا فن اللي هو فن الجعفري وفن العبابدة وفن البشرية. حبينا برضو نعرف الـ 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 المدينة بقى في القاهرة الفن ده. برضو الفن بتاعنا في حاجة اسمها فن الكف. فن الكف ده فن تلقائي يعني مش مكتوب، ده الفنان بيقف على المسرح يقعد 5 ساعات 6 ساعات ارتجالي، يعني الكفافة اللي قدامه بيقولوا له خانة أو بيت من الشعر وهو لازم يقعد يغني عليها. فده فن يعني مش موجود هنا دلوقتي قوي كتير، احنا دلوقتي بنحاول نشهره، والحمد لله احنا عملنا كذا مهرجان. عملنا في المهرجان في اتحاد عمال مصر، عملنا في دار الأوبرا، وعملنا في يعني في أماكن عامة كتيرة ومسرح الهناجر. فكل ده عشان نشهر فننا برضو يعني يبقى جنب الفن النوبي. لكن للأسف الإعلام بعيد عننا بعيد عننا. احنا انا اتمنى ان الاعلام يبص لنا نظره بسيطه بس، هيفاجئوا بحاجات يعني مش متداوله، فن مندثر. فاحنا يعني احنا دلوقتي كمجموعه بنبذل كل جهدنا ان احنا نشر الفن الجعفري بتاعنا بمجهود ذاتي. بمجهود ذاتي طبعا، من كله ما حدش بيساعدنا. احنا عايزين نوصل، عايزين حد يطبطب علينا بس يقول لنا تعالوا. يعني احنا بنشوف يعني البرامج كلها جايبين ناس، لكن مش فين احنا؟ فين احنا؟ فاتمنى ان الاعلام يبص لنا بصه، ووزاره الثقافه تبص لنا كمان. يعني وزاره يعني الفن بتاعنا مش مسجل في وزاره الثقافه. يعني ليه؟ لانه مش متابعين معانا، واحنا دقينا البيبان كتير وما عادش بيقول لنا تعالوا. فاتمنى ان احنا ننتشر ونبقى نمشي نبقى جنب الفن النوبي. بس انا عارف ان في حاجه اسمها صندوق التنميه السياحيه محافظه اسوان، وطبعا احنا حاليا في حاجه لعمل دعايه سياحيه لاسوان ولصعيد عامه. ليه ما نستغلش فرقه اسوان الفنون الشعبيه؟ نتكلم مثلا كفاف او الفنانين الاسوانيين اللي لهم سمعه عالميه حلوه ونلف بيهم العالم. ولا انا شايف ان كل الناس محبه ومش عايزين مقابل مادي. ولا انا شايف النهارده في المهرجان يعني الفرحه اللي خش الناس، وانتوا طبعا قاعدين بتستقبلوا الناس لا حد همه كراسي ولا همه مناصب ولا حاجه زي كده، ومبسوطين والناس فرحانه النهارده. ليه وزير الثقافه ما يحاولش يعمل يعني يتبنى الفكره دي ويعملها بشكل كويس؟ حضرتك اهو بتسال ليه؟ احنا نفسنا عمالين بقالنا 10 سنين بنسال ليه؟ احنا نتمنى ان وزير الثقافه يلتقي بينا. نتمنى ان احنا نقعد معاه نعمل معاه لقاء ونقعد معاه ونشرح له ايه اللي موجود عندنا. فيا ريت الرساله دي توصل للسيد وزير الثقافه انه يدعينا. هو مسؤول عننا، هو مسؤول عن إظهار هذا الفن، مش أنا. أنا مجهودي ضعيف، لكن هو معاه الدولة. يعني ممكن هو لو راعى هذا الفن هنوصل. كل اللي انتوا عايزين يعني تعملوا الموضوع باسلوب شرعي تبع الدوله مقنن، ومفيش ولا حد عايز مقابل مادي. اللي انا شايفه فيكم كلكم محبين. عايزين مقابل مادي، احنا مش عايزين مقابل. احنا بنصرف على مجهودنا، بنصرف على كل اعمالنا دي احنا بنصرف عليها. بس برضو معلش مش هفضل مش هقدر اصرف، صرفت مرتين مش هقدر الثالثه، لكن الدوله تقدر تصرف. فاتمنى ان الاعلام يبص لنا ووزير الثقافه يسمعنا. انا سمعت انك نفسك تعمل مهرجان اسواني في مهرجان اللي هو مهرجان الهند على ضفاف النيل. بالرغم من يعني نفس الشو بتاعنا ونفس البروتوكول نفس الكورال ونفس الموضوع زي كده، ليه ما نستغلش احنا برضه كفرقه اسوانيه زي كده ومصر ونعمل شو برضه تشجيع للسياحه للناس المحبه برضه بره الفن الاسواني تيجي؟ ما انا عشان كده يا استاذ احمد بقول ايه، يا ريت يعني لو وزير الثقافه وصلت له، اتمنى اوصل له بس
هنعمل حاجات فوق 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 ما حد يتخيل، لان الامكانيات موجوده. عندنا فنانين رائعين، عندنا فنون شعبيه رائعه، بس مش عارف، انا مش عارف اطلعها برضو. انا مش 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 رجل اعمال ولا اتمنى ان حد يعني يشد ايدينا. ده امنا. لو وصلنا لمسؤول عن هذا الفن، الفن عموما، يعني هنعمل حاجات فوق ما يتخيلها. من يعني على الاقل يعني الفرقه الهنديه دي، الهندي ده العربي النيل، شعبيه مش فرقه شعبيه. دخل مصر، دخل فرقه شعبيه. انا عندي فرقه شعبيه، انا عندي يعني انا عندي فرقه شعبيه، بس فين اطلعها ازاي؟ انا نفسي اطلعها ازاي. فالدوله لازم تبص لنا، لازم تبص لنا. بنشكر الكابتن علي حامد، وبنعرض والله الكلام ده على وزير الثقافه، ونتمنى يحدد ميعاد ويشوف بنفسه اللي بيحصل ده كده، ويشوف رد فعل الناس، ويعمل مهرجان برضه تجيه السياحه في مصر، ونشوف. شكرا. شكرا.